ارحب بحضراتكم اعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، وارحب بضيفي اللي انضمنا في الفقره الثانيه من هذه الحلقه، السيد المهندس عبد المنعم نوح، مفتش ري غرب صملوط. برحب بحضرتك باشمهندس عبد المنعم، وارحب ايضا مجددا بالسيد المهندس احمد يوسف، وكيل وزاره الزراعه. اهلا وسهلا يا دكتور احمد. يعني ابدا بحضرتك باشمهندس عبد المنعم، كلمنا بقى على يعني خطط الصيانه بالنسبه للترع الموجوده في المنيا، ايه الدور اللي انتم قمتوا بيه استعدادا للموسم الشتوي، يعني عمليات التطهير المختلفه، وبالذات ان احنا طبعا ممكن تحصل امطار غزيره، ممكن تحصل سيول، ايه الاستعدادات اللي انتم عاملينها يعني؟ تمام، اتفضل. طبعا احنا بالنسبه لشق، في شقين في السؤال. الشق الاولاني هو الاستعداد بالنسبه للطرع. تمام. وده في عقد سنوي بيتم تطهير الطرع مرتين في السنه، وبحيث ان هي تستوعب اي تصرفات تدفع فيها. الشق الثاني من السؤال اللي هو الاستعداد للسيول، احنا عندنا في محافظة المنيا 22 مخر سيل صناعي و11 مخر سيل طبيعي. طبعا في الفترة اللي نزلت فيها لا السنة، نعرف الفرق بين مخر السيل الطبيعي والصناعي. مخر السيل الطبيعي ده وادي بين جبلين طبيعي محدش عمله، بيخترق الجبال ويمر وينزل ميته على النيل. المخر الصناعي انا لما بلاقي ان ميه جايه على اي قريه من القرى واي ارض زراعيه، لو انا سبت مخر السيل ده هيتلف، بعمل له بلف بعيد وباخد الميه اصرفها عني البعيد بحيث لا تحدث اضرار لا في الكتل السكنيه ولا في الزراعات. ده الفرق بين المخر الصناعي والمخر الطبيعي. طبعا احنا طهرنا كل. طب هل ما فيش تعديات على هذه المخرات؟ بتحصل تعديات بس بنزيلها على طول، لانه برضو احنا عاده المشاكل اللي بتحصل ويعني بالنسبه للمواطنين بالنسبه لممتلكاتهم بتكون بسبب في بعض ناس موجودين على هذه المخرات مش المفروض يكون فيها بعض الناس بتحب تيجي تتعدى مع طول فتره ما ينزلش سيول، بيجي يتعدى على المخر السيل ويبني في المخر السيل. طبعا بنحرر له محضر مخالفه وبنطلع له قرار ازاله وبنزل له رأفه به، لان قد السيول بتيجي المايه باندفاع رهيب جدا، طبعا هتشيله وتشيل بيته ومش هتخليه له، وهتقضي على الاسره كلها. يبقى انا لما زله افضل انا برحمه يعني. طبعا في الفتره اللي هي نزلت فيها السيول الحمد لله في المنيا عدت على خير ان شاء الله، يعني نجت عندنا في مخرين سيل، مخر سيل النويرات وده في مدينه ابو قرقاص في محافظه في مركز ابو قرقاص، ومخر سيل اولاد يونس في مطاي، والحمد لله كميه الميه اللي جات عدت بسلام لما نزلت النيل بدون حدوث اي تلفيات في الممتلكات او الارواح. والحمد لله. الحمد لله. ما هو استعدينا بدري جدا للموضوع السيول، والحفارات نزلت وطهرت المخرات كلها وجهزتها لاستعدادا للموسم. لما جت كميه المايه اللي نزلت جت كميات كبيره من المايه، ولكن الحمد لله عدت. هل انتم على تواصل مع الهيئه العامه للارصاد الجويه بحيث تبقوا عارفين التنبؤات، ولا انتم عندكم اجهزه بتعمل لكم التنبؤ؟ احنا عندنا مركز تنبؤ وبيتصلوا على اتصال بالارصاد الجويه على طول، وهو اللي بيبلغنا ورفع حاله الاستعداد وتشكيل غرف طوارئ. ارصاد الجويه اللي بتبلغكم؟ بتبلغ الوزاره، مركز التنبؤ في الوزاره، والوزاره هي اللي بتبعت بترفع حاله الاستعداد، تشكل غرف طوارئ في كل المحافظات، وغرف الطوارئ دي تبقى على اتصال بغرف الطوارئ بتاع المحافظه عشان نتحرك سويا في اي حدوث حاجه زي كده. لازم كل واحد يطلع بمعداته المتواجده عنده ومعدات المحافظه وكله، بحيث ان هو نعمل عمليه انقاذ لاي شيء يحصل، انه نكون مستعدين لاي شيء. تمام. الحمد لله في محافظه المنيا عدى الموضوع على خير الحمد لله، وامور مستقره يعني. تمام. باشمهندس احمد، خلينا نتكلم بقى عن الارشاد الزراعي. وضعه ايه في المنيا؟ الارشاد الزراعي طبعا عند الاداره العامه في المديريه. وعندي في التسع مراكز ارشاديه. وعندي مراكز متميزه في بعض المراكز التسعه. دور الارشاد عن طريق الندوات الارشاديه والحقول الارشاديه. ودي حقل المشاهدة، ده فعلا يبقى حقل مقارن وسط حقول، وخصوصا في اللي هي تقصد الحقول التجريبية. تجريبية ارشادية. حقول ارشادية. بتبقى في الصيف طبعا في الذرة الشامي بنوعيها الصفراء والبيضة، وفي الشتاء في القمح وفي البنجر. بتبقى معاملات خاصة. كم عدد الحقول الارشادية تقريبا في القمح؟ يعني في القمح انا اتعشى السنة دي ان شاء الله ان اوصل ل 600 حقل ارشادي.
في المراكب. السنه اللي فاتت كام؟ كانوا حوالي 450 حقل. حلو قوي. السنه دي اوصل 150 حقل يبقى كويس. السنه دي بحاول ازود عن طريق الاستعانه ببعض الشركات طبعا، وبوفر له لاما جزء من مستلزمات الانتاج زائد التقاوي بتتوفر للحقل الارشادي. وفرت الحاجتين دول ويبدا المزارع بيبدا المعاملات من بدايه الزراعه حتى الحصاد وما بعد الحصاد. كل الامور دي بتزيد من الانتاج، وغالبا هذه الحقول الارشاديه تبقى عاليه الانتاج، يعني بيوصل في الشامي وصل عندي ل 30 ارداب، ووصل الجمح العام الماضي ل 24 و25 ارداب بالفدان. في بعض الحقول بيوصل اعلى طبعا. وتبقى حقل مشاهده، المزارع اللي جنبه بيغير طبعا من الثاني وبيبدا يشترك ويقول شاركوني في حقل ارشادي العام القادم ان شاء الله. ده دور الارشاد، زائد الندوات الارشاديه، زائد التوعيه المستمره من جهاز الارشاد، وانا بحملهم مشقه كثيره في المرور على الجمعيات. لانه دور المرشد الزراعي لابد ان يكون فني من الدرجه الاولى. زائد الادارات الثانيه برضه ليها دور ايجابي مع وخصوصا عندي الاداره مميزه زي اداره الرقابه على المبيدات والاسمده. طيب معانا على الهاتف المهندس رمضان كمال وكيل وزاره الري بالمنيا. الو. الو. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا باشمهندس رمضان، عليكم السلام، ازي حضرتك؟ ازي ما عليك يا فندم؟ الحمد لله. يعني كنا نتمنى حضرتك تشرفنا، لكن الباشمهندس عبد المنعم منور. انا بقدم اعتذاري اولا، وانا كنت ناوي الحضور لكن في تسجيل النهارده في القناه 7 الساعه 9 بالليل بخصوص السيول. فانا يعني بقدم اعتذاري للبرنامج. يعني تسجيل في القناه 7 واحنا عندنا صوت الفلاح ومصر الزراعيه وبنتكلم على الهواء مش بنسجل. يا فندم هذا النوع بتاع التسجيل كان محدد له من اكثر من فتره عشان ظروف السيول. المهم احنا بنحترمك لانك محترم. تمام، احنا بنحترم. تمام. والمهندس عبد المنعم سعادتك قادر ان شاء الله باذن الله في التواجد مع سعادتك. اكيد، ما هو مش اول مره يشرفنا، احنا بنحترم حضرتك لانك محترم مواعيدك، وتحياتنا للقناه 7 ولكل العاملين في القناه 7. شكرا يا فندم، متشكرين جدا. انا بس عايز اوضح نقطه صغيره لسعادتك. اتفضل. بالنسبه لسعادتك، انت عارف ان محافظه المنيا تعرضت للسيول يوم 27 تمام 28/10. الحمد لله مرت كميات الميه اللي وردت المحافظه بسلام. انت عارف سعادتك ان برضه المحافظه ما تعرضتش الامطار، لكن كانت مياه جايه من الصحراء الشرقيه وردت لينا عن طريق الجانب الشرقي من المحافظه. لكن الحمد لله احنا عندنا في مركز تنبؤ في الوزاره، وعندنا الارصاد الجويه، وعندنا اكثر من مصدر في انباء او في خبر بوجود الامطار وتوقعات السيول قبلها ب 72 ساعه. كان في هناك استعدادات وغرف عمليات مستمره. كان في تنسيق مع غرفه العمليات في المحافظه وغرفه العمليات المركزيه في الوزاره. تم التنسيق، كنا مستعدين وجاهزين لمواجهه اي مياه تصل او اي سيول. الحمد لله سياده المحافظ مشكورا سياده اللواء عصام كان موجود معانا سعادتك لحظه بلحظه وثانيه بثانيه في الدويرات وفي اولاد يونس في مطاي. كانت كميات مهوله يا دكتور، يعني لا تتخيل هذا المنظر بسرعات كبيره وبكميات كبيره. لكن بفضل ربنا الحمد لله وفضل اخواننا المهندسين العاملين وجميع الجهات المعنيه، زراعه وري ومياه شرب وحدات محليه وكهرباء، كله كان وشرطه وكله كان. طيب باشمهندس رمضان، ما فيش خطه للاستفاده من هذه الامطار ومن هذه المياه؟ سعادتك بالنسبه للميه دي، سعادتك يعتبر بالنسبه للوزاره مورد للموارد، الوزاره موارد الميه يعني. واحنا بالنسبه للميه سعادتك اساسا هذه الكميات اللي وصلت كلها سعادتك نزلت في النيل، في استفاده منها في تصرفات النيل اللي موجوده عندنا. هو مورد ان هو برضه سعادتك السيول في كميات بتنزل في النيل، في كميات في بعض المناطق بتخزن عن طريق خزانات وسيول. ايوه. يستفاد بها في
في الري في المناطق زي سينا وخلافه، لكن عندنا في بالنسبه لبين المخاط كلها بتصب في نهر النيل والاستفاده بها في التصرفات المعطاه للنيل. طيب يعني انا بشكرك جدا سيد المهندس رمضان كمال وكيل وزاره الموارد المائيه والري بالمنيا، لك جزيل الشكر. معانا فايز. الو. مساء النور، اتفضل. ازيك؟ الحمد لله. عندنا ترعه الدير ترعه المايه بتيجي ترعه ايه؟ لا لحظه بس، لحظه بس، الترعه اسمها ترعه ايه؟ ترعه الدير السيف. دير الدير. مركز ايه؟ مركز ايه؟ مطاي، اللي هي قرى وقرى مطاي. تمام. بتوصل اخر ثلاث ايام. وما فيش تطهير للفروع ولا في اي حاجه، ساعات بيقول بضاعه كل ست اشهر بيجي يشيل شويه حشائش والفروع كلها مسدوده. فهنفضل حبيبتك كده نسجي بالماسوره بالارتوازي. مرة واحدة كل ثلاث مرات لما ننظم مع اليومين اللي بيجينا نزل. وبتجينا ايه اخر ثلاث ايام يجي منصوب واطي. في حاجز عند المعهد يديه مثلا لقرية الصال. ده عايز كل يوم ناس تروح تسلم تفتح. بالحشاش والزبالة والفضلات اللي حاجز. تمام. تعبانين السرعة دي طولها 20 كيلو متر. ما بتوصلش المية المنسوب الكتاب اللي يكفيه. طيب واتصلنا كتير بمهندسين. طب معانا الباشمهندس عبد المنعم يرد على الكلام ده. سعادتك، ترعه الدير ومنبال دي ترعه طولها 20 كيلو فعلا، عليها حوالي 15 فرع. الترعه طويله. الفرع عندنا قاهره في العمانه. نعم. ايوه. فهي طبعا عشان النهايه فيها بتتعب شويه. احنا انشانا تغذيه لها بماسوره بترفع من مصرف وصله المحيط بيرمي في نهايه الترعه. تمام. الماكينه دي تصرفها 1 متر مكعب ثانيه وبتحل المشكله. بس يعني هو بيقول في مشكله. ما هو بيشتكي من الحجز ده، الحجز ده سعادتك بتتراكم قدامه كميات بوص مهوله. هو اللي بيأثر على مرور المايه، واحنا بننظفه باستمرار يعني على طول بنجيب له حفار. لكن بالنسبه للطرعه بعد ما انشانا الماسوره دي وافتتحناها السنه اللي فاتت الامور مستقره يعني حتى في الصيف كانت الامور ممتازه، هو عدت على خير كل الزراعات تمت. لا ما هي لو في الصيف الامور ممتازه يبقى اكيد في الشتاء ان شاء الله ما فيش مشكله. هو اكيد بيشتكي على فتره الصيف لان وقت ما فيش مشكله. دلوقتي الامور كلها مستقره يعني. طيب ماذا عن عمليات الصيانه الدوريه بقى والتطهير بالنسبه للمصارف؟ بالنسبه لاعمال الصيانه الدوريه طبعا بتطرح العقود في شهر 3. العقد بيبقى مدته سنه. بحط الكميات بتاعتي وفي مقاول موجود على مدار العام. اي ترعه بتحتاج تطهير فورا بنصدر لها امر تطهير وبتنزل الحفاره عليها تشغل. طيب اساس مع حضرتك فاصل قصير اعزائي المشاهدين ونعود للقاء مره اخرى، فانتظرونا بعد هذا الفاصل. أرحب بحضراتكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، وأرحب مجددا بضيفي الكريمين في هذه الفقرة. معانا على الهاتف رفعت. ألو. أيوة يا فندم. اتفضل. أيوة يا فندم. اتفضل حضرتك على الهوا. أنا يا دكتور حامد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رفعت عبد الوهاب من قرية شنين مركز المغاربة. أهلا وسهلا. طبعا في ترعة عندنا على البلد، طبعا عملوا فيها جزء مواسير وبعد كده عملوا فيها جزء تاني بالحيطان كده مظبوطة. طبعا كان عليها شبكة حديد. الشبكة طبعا من جوة العفش والفلاب والنخل والبتاع اتكسرت، ودخلت الفلاب والعفش والبتاع دي سد الترعة، واحنا فرع منها تشمل قرية تنبضي والعزب والنزوع اللي حواليهم، والمية مش بتوصل لنا خالص. وما كناش نقول بتاع البوابة اللي قاعد على الفرع الرئيسي يقول لك لموني فلوس علشان افتح لكم المية.
تلموا له فلوس؟ يا حضرتك بلغنا الاداره المحليه علشان تشيل النفلاج والعفش والحاجات دي معدي التعب وعامله التعب لغايه النهارده. طب خليك معايا خليك معايا يا رفعت. اتفضل يا باشمهندس. سعادتك المشكله دي واجع على طلعه ابا الغربيه عند قريه شنين، في تغطيه هناك بيقول الشبكه اتكسرت، احنا هنبعت مشروع الصيانه الوقائيه يركب شبكه جديده وينظف كل الحاجات اللي دخلت المواسير دي. المشكله دي بقى لها قد ايه يا رفعت؟ ده دي بتاعت يا فندم معامل البتاع دي قبل حوالي شهر واحنا تعبانين كنا بميه. طيب يعني هو اللي ان شاء الله هتتحل؟ يعني هو ان كان جه شويه بوص او فلاج مع ما هو يا رفعت، ما احنا برضو مش عاوزين نرمي مخلفات في الترعه. ما جايه من ولا بوص ولا حيوانات نفقه ولا كل الكلام ده، يعني احنا ما نعملش المشكله بنفسنا يعني. وجذوع النخل يعني فندم بنبلغ ومحدش بيسال فينا وبنتعب ونعمل الارتوازي. انت بلغت دلوقتي على الهواء وان شاء الله هتشحن. ان شاء الله مشروع الصيانه الوقائيه هنوجهه يروح يركب شبكه بدل اللي تلفت، وان شاء الله ينظفه امام الطرعه. بس نرجو منكم ان انتم تحافظوا على الطرعه عشان الميه توصل لكم. طيب بنشكرك يا رفعت، بنشكرك. طب استكمل مع حضرتك بقى يعني خطه الصيانه. سعادة خطة الصيانة طبعا المشكلة الرئيسية في التطهيرات اللي هو بيتكلم عنها. أنا عارف وعلى فكرة المشاكل ديت بيعملها المواطن يعني للأسف الشديد، وأنا قلت كده امبارح وبقول في كل حلقة، احنا عاوزين يا جماعة نتعاون كلنا، كل واحد يقوم بالدور اللي عليه. ما ينفعش المواطن هو يبقى سبب المشكلة وبعدين يرجع تاني يقول حلوا لي المشكلة، ما أنت اللي عملتها. يعني عاوزين يا جماعة نكون عندنا رحمة بالبلد، عندنا رحمة بالمسؤولين. ما هو عمليات التطهير دي مكلفة جدا، طب الفلوس دي بتيجي منين؟ ما هي فلوسي وفلوسك، ما تستغل في حاجة تانية، صح ولا لا؟ مظبوط. عاوزين نتعاون كلنا مع بعض. يعني سعادتك موسم الزراعة الصيفية بينتهي وتبدأ الطرعة تتمالى، كل اللي عنده عفش ذرة في الطرعة تلاقي كيلوات جاية لك، كيلوات يعني للأسف لازم يبقى فيه تعاون من المواطنين في هذا الموضوع، لأن نظافة الطرعة أصلا هي اللي هتوصل لك مية، لما تبقى نظيفة توصل لك المية. طب من مش انتوا عندكم أعتقد في قسم يعني للإرشاد المائي، يعني تقوموا بدور بقى في هذا الموضوع، يعني ما احنا نعمل بقى توعية وإرشاد للمواطنين. والله احنا المهندسين عندنا بيروحوا الوحدات المحلية وندوات في الزراعة وندوات في الإرشاد الزراعي وبيتكلموا في كل المواضيع دي، لكن الاستجابة بصراحة قليلة، استجابة سلبية. لازم المواطن يعي ان هو بيخدم نفسه لما يمنع التعدي على الطرعة ويمنع القاء المخلفات في الطرعة، هو بيخدم نفسه مش بيخدم مهندس الري، لان مهندس الري انا ممكن يعني لو كترت عليك الكميات دي شلتها في يوم اتنين تلاتة، التلات ايام دول هتخصموا من دورك وهيجي بعد كده مش هقدر اكفل على اللي بعديك، هضطر اسيبك وافتح للي بعدك، لانه طبعا دي مية مستمرة ما مش هقدر اوقف طبعا. فهو يعي تماما ان هو بيخدم نفسه مش بيخدم الدوله ولا بيخدم مهندس الري. تعاونه في رفع المخلفات وفي عدم القاء الحيوانات النافقه وفي عدم القاء جذوع النخل والاشجار وكده في الطرعه، ده بيسرع من عمليه الخدمه انها توصل له في صوره سليمه وفي وقتها. لا ده غير التلوث البيئي اللي بيحصل، التلوث بقى اللي بيحصل والامراض اللي يعني تنتقل للمواطنين. وبعدين نرجع نتكلم ونقول الصحه والمستشفيات وكذا وكذا وكذا، وده الوقايه خير من العلاج، وده اللي بيخلينا نطلع الطرعه اكتر من مره في السنه. كتل السكنيه بنطلعها مره واثنين وثلاثه كمان. لكن انا من ساعه ما اتعمل السد العالي ما عنديش اي رواسب بتيجي طبعا المايه نظيفه زي الفل. لو هو ما رماش مخلفات مباني، ما رماش جذوع اشجار، ما رماش ده كله، انا الطرعه هتبقى زي الفل وتبقى ماشي وسط الكتلة السكنية، يعني منظر جمالي، منظر جمالي بالظبط كده، وترويحي حلو، ومش محتاج ان انا اصرف عليه، ومش محتاج ان انا اصرف من ميزانية الدولة عشان اغطيها. اوفر ده كله للدولة لو انا التزمت والمواطن التزم. طبعا يعني انا معاك الحقيقة في كل هذا الكلام، لان المواطن لازم يكون ليه دور. خلينا ننتقل لقضية تانية يا باشمهندس عبد المنعم، واعتقد القضية دي مشتركة بين الزراعة وبين الري، وهي قضية التعدي على الأراضي الزراعية أو التعدي على يعني القنوات المائية، سواء كان بإلقاء المخلفات والحيوانات النافقة في هذه القنوات، ما هو ده تعدي، أو بالمباني على الجسور. طيب أبدأ بحضرتك باشمهندس أحمد، كلمني بقى على التعديات، إيه الأخبار؟ طبعا التعدي على الأرض الزراعية أنا بشبهها أي تعدي على الأرض هو تعدي على الأرض. لأن الأرض فعلا بتمثل الدخل القومي للإنسان،
وانا بشكر هنا على الهواء كل اللي بيشتغل مع حماية الأراضي وكل اللي بيساعد في حماية الأراضي وخصوصا الجهات التنفيذية. إنما عندي أنا من 25 يناير حتى الآن حصل تعدي لحوالي 5100 فدان في المنيا. يعني إجمالي المساحات التي تم التعدي عليها حوالي 5100 فدان. تم إزالة منها حوالي 2700 فدان. وباقي حوالي 2400 تحت الإزالة بنسبة حوالي 55. الإزالة تمت تماما بحيث أن أنا بأعيد الأرض مرة تانية للزراعة ولا مجرد أن أنا بعمل عملية هدم؟ دي أتمنى الثلاث أجهزة اللي بتساعد في الإزالة، الحملات المصغرة والحملات المكبرة. دور الزراعة استرشادي. لا حضرتك برضو ما جاوبتنيش على السؤال. لا طبعا لا الإزالة طبعا. بتتم بصورة كاملة بحيث ان انا بزرع الارض مرة تانية؟ لا انا ولا اللي بيحصل بيكون عبارة عن هدم وليس ازالة؟ هو عبارة عن هدم. اتمنى يبقى عاوزين بقى معلش عاوزين نصلح بقى يعني او يبقى مصطلحاتنا سليمة. اللي بيحصل فعلا مش ازالة، ده هدم، صح ولا لا؟ تشريع هدم. عايزين تشريع في هذا، وبالتالي خسارة بقى في الارض الزراعية، وده دور الوحدات المحلية لان هم معاهم الاجهزة يشيلوا مخلفات المباني ويتم إعادة زراعتها من تاني، وده دورنا احنا كزراعيين. زائد الدور التاني بس اعتقد ان لو في قواعد مسلحة او بتاع لا احيانا تتشال. احنا اهم حاجة عندنا بنركز على الازالة في المهد ودي بتكون سهلة. ده بالنسبة ده دور الزراعة. ده دور ازالة في المهد ودي احيانا بتكون من المرشد الزراعي نفسه ولو غفير من النقطة المجاورة ليها. انما الحملات المكبرة وبتبقى في إزالة مكبرة عن طريق مديرية الأمن وعن طريق أقسام الشرطة الموزعة في المراكز. ودي مهمة جدا لأن بتتشال عمارات مسلحة. فعلا اتشالت؟ اتشالت فعلا عند في ملوي عمارات مسلحة على الطريق وعلى الطريق الصحراوي اللي عند كوبري ملوي وفي أماكن كتيرة على الدائري، خصوصا الدائري من صملوط حتى العدوى. كل المباني اللي هناك اللي على الطريق بيتم ازالتها. ولكن اتمنى من الوحدات المحليه بشيل الانقاض وان شاء الله يتم زراعتها بالتعاون مع المزارع نفسه. المزارع نفسه لازم يحافظ على الحته دي وعلى الارض. عايز يبني يتفضل يروح الصحراء يزرع ويبني. طب ايه اكتر المراكز يا باشمهندس احمد اللي انت شايف فيها تعدي خطير؟ هو اكتر المراكز اللي فيها تعدي وفيها ازالات كمان مركز صملوط. يعني فيها جهاز قوي وانا هنا يعني الاداره المركزيه لحمايه الاراضي تم تغيير رؤساء الاقسام اللي استمروا 3 سنين فاكثر. رؤساء اقسام حمايه الاراضي في المراكز تم تغييرهم لان قعد فتره اكثر من 3 سنين زي اللي بيحصل كمديرين الجمعيات، وانا قمت بتغيير وكلاء القطاعات في بعض المراكز برضو اللي لديهم 3 ل4 سنوات عشان اغير الدم في القطاع وعن طريق حماية الأراضي. ودي اللي احنا جامين بيه مع جهاز الإدارة العامة لحماية الأراضي في المديرية. طيب هل فعلا بيتم إزالة في المهد بمجرد تشوين الطوب؟ أيوة طبعا طبعا مجرد حفر أساسات. أنا حضرت كذا إزالة بنفسي وكان في حفر أساسات واتصلت بالوحدة المحلية جاب اللودر وزلتها بنفسي وتم تسويتها وتم حرسها وعديت عليها الأسبوع الماضي في قرية من قرى مركز المنيا تم زراعتها بالبرسيم. ده فعلا حصل؟ لا دي الحاجة اللي أفخر بيها أن أنا كنت حاضر فيها وتم تنفيذها الحمد لله. طب ما احنا عاوزين برضو يكون في توعية للمواطن، توعية للمزارع أن خد بالك السلوك اللي أنت بتعمله ده خاطئ. خاطئ. أن تعدي على الأراضي الزراعية يبقى ده مسألة أمن قومي، لأن يعني ده أمن غذائي بالنسبة لنا. أتمنى صح ولا أتمنى طبعا. طب المفروض يكون لك دور أيضا في التوعية مع المواطنين مع المزارعين في هذا الموضوع. احنا دورنا احنا ما بنسيبش حاجة. وأنا مش عاوز برضه يا باشمهندس أحمد مش عاوز بعد اذنك وايضا الباشمهندس عبد، مش عاوز بس الزراعه او الري هم اللي يتكلموا، انا عاوز يعني جمع يكون له دور، الكنيسه يكون لها دور، جمعيات المجتمع المحلي يكون لها دور، ده المفروض، مراكز الشباب اللي موجوده في القرى وفي المدن يكون لها دور. طبعا هو ده الصح يعني، لانه دي مشاكل يعني بتعمل اثار سلبيه بتضرنا جميعا. فلازم الجهات دي كلها تتحرك ويكون لها دور، لان ما نرميش كل العبء على وزاره الزراعه وعلى وزاره الري وعلى طب البيطري وعلى الاجهزه المعنيه،
ما لازم الاجهزه دي كلها تساعد، صح ولا لا؟ صح طبعا. وهي مجرد توعيه، يعني احنا ما نطلبش انكم يبقى في امكانيات وتساعدوا الزراعه وتساعدوا الري في اي في ازاله او في اي شيء ابدا، لكن ده مجرد توعيه. واعتقد انه هذه الاجهزه اللي انا ذكرتها ده ليها دور اساسي في هذا الموضوع، سواء كان الجامع، الكنيسه، المراكز الشباب، يعني اي تجمعات لازم يكون لنا دور. رجال الحفظ والاداره اللي هو العمده او الشيخ في كل ناحيه. طيب معانا خلف. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. انا خلف اسماعيل من اسطول، بركه صابون. اهلا وسهلا. انا عندنا احنا بسرعه الدنيا دي مش لما تجينا ميه ثلاث ايام في المنام، وبعتنا شكاوي للقياده الجنوبيه وجدعان عديك في طرعه اسطول. انا لما بتكلم عشان بس مهندس عبد المنعم بتاع المنيا اللي هو موجود حاليا معايا. ترعه ايه؟ ترعه ايه يا خلف؟ هي طرعه الجنوبيه. اتكلم عنها دلوقتي. مش لما تيجي يومين في الشهر. يومين في الشهر؟ يومين في الشهر، واحنا طبعا ابو بدر اول مكسر. وعندنا طرحه ولاده زي الصال، مش لما تيجي في السنه بره، الطرحه الصغيره اللي طالعه من 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 الطرحه الكبيره، اللي هي محافيه على نقطه الصال. طيب. مش لما تيجي في السنة. خليك معايا اخ خلف، الباشمهندس عبد المنعم هيرد عليك. هي نفس المشكله على نفس طرقة الدير ومن باب. هي المشكلة في الحجز اللي هو عند المدرسة هناك ده، الحجز ده طبعا المشكلة دي بقى لها قد ايه يا خلف؟ يا خلف يعني اتكلم بهدوء عشان نسمعك، بقى لها قد ايه؟ برضه انت ما جاوبتش على سؤالي، المشكلة الموجودة دلوقتي بقى لها قد ايه؟ انا برضو ما جاوبش. بيتكلم هو بيقول لك بيجيني مرتين في السنه. الكلام مش معقول يعني. يعني الطرعه لما بتجيله مرتين في السنه يبقى الطرعه المفروض انها تردمت وخلاص. طبعا الكلام الكلام يعني الترعه ناشفه ولا ايه يا خالد؟ طيب في مشكلة تانية يا أخ خلف؟ هي الطبيعية بس عندنا الطاقة مش عمالة تجي من المنها لإيه؟ حاضر حاضر يا خلف، حاضر سيب بياناتك في كل طرق. حاضر يا خلف، حاضر سيب بياناتك في كنترول، والباشمهندس عبد المنعم يرد عليك. اتفضل. سعادتك الطرعه دي زي ما قلت لحضرتك هي كان فيها النهايه بس متعبه، والنهايه دي انشانا لها طرمبه بتغذيها من نهايه من وسط المحيط، وبقيه الفروع بتوصل لها المايه. مش ما بتوصلش الكلام ده ما بتاع مش زي ما بيقول مرتين في السنه. لا لا مرتين في السنه كان زمانها انتهت، ما كان زمان ما فيش طرعه اصلا. ما فيش ترعه ولا كان في زراعه، امال بتزرع ازاي؟ بتزرع بايه؟ بالظبط كده. وبعدين دي طرعه طولها 20 كيلو. يعني لو ما وصلتهاش المايه 200 في السنه مرتين في السنه. انا اتمنى اي مواطن يعرض مشكله على الهواء تكون مشكله حقيقيه وبدون تهويل، بدون تهويل، عشان برضو احنا عاوزين يعني المسؤول يعني معلش يعني عشان الامور تكون صح والمسؤول يحل فعلا. لكن لما اقول الترعه ما بتوصلهاش او ما بتوصلهاش الميه غير مرتين في السنه، ده كلام حتى يعني غير منطقي وغير معقول. يبقى زي ما بقول الباشمهندس عبد المنعم يبقى ما فيش ترعه خالص بقى. صح ولا مظبوط؟ الترعه طولها 20 كيلو، يعني مش فرع صغير ممكن نقول طبعا. طول 20 كيلو عليها اكثر من 15 فار. هو ممكن يقصد انه في اختناقات في بعض، او ممكن هو في نهايه بعض النقاط او في النهايه ما بتوصلش، او الحجز بتاع اللي هو بتتجمع قدامه الحيوانات النفقه والجذور دي ممكن يكون هو بيأثر على. عموما حضرتك هتاخد تليفون وبياناته وبرضه نتابع المشكله ونشوف حقيقتها ايه ونحلها ان شاء الله. طيب انتقل لحضرتك بالنسبه للتعديات بقى على القنوات المائيه وعلى يعني حرم الترع وال سعادتك. بالنسبه للتعديات في نوعين، اللي هو التعديات اللي هي التعديات طبقا للقانون 12 لسنه 84 الخاص بالري والصرف، ودي اللي هي التعدي على منافع الري، ودي بنحرر لها محاضر مخالفات ونصدر قرارات ازاله للمخالفه. وفي مخالفات طبقا لقانون التلوث قانون 48 لسنه 82 الخاص بحمايه نهر النيل والمجاري المائيه من التلوث. دي طبعا على طول ده بنصدر قرار ازاله ومنزله مصدر التلوث فورا، سواء ماسوره صرف او
جهه معينه بترمي تلوث في المجاري المائيه او في في البحر اليوسفي او البراهميه او فروع النيل كلها، فروع الري كلها على طول بيتم التعامل معها بحسم، لان دي ما يتمش الانتظار عليها يعني. المشكله في الكتل السكنيه طبعا وامور التلوث دي وفي بعض الجهات بترمي للاسف بترمي كسح في المجاري المائيه وكده. ده عقوبته ايه؟ عقوبته القانون 48. ايه هي يعني العقوبه؟ هو القانون اتشدد سعادتك. القانون اتشدد بس لسه ما فيش حد اتطبق عليه القانون ده. طب ليه ما يطبقش؟ العقوبه من 50,000. القانون موجود والعقوبه من 50,000 جنيه حد ادنى الى 200,000 جنيه. طب ليه ما والسجن لمده ليه ما تطبقش؟ القانون الجديد لسه لم يطبق لغايه دلوقتي. يعني السبب. هو صدر. ما دام صدر القانون مش تم نشره في الجريده الرسميه؟ صدر ونشر في الجريده الرسميه. طيب خلاص، يبقى ليه ما بيطبقش؟ ليه ما بيتنفذش؟ والله احنا نتمنى. لان لو حاله واحده بس اتعمل معاها كده محش هيقدر. انا بسال حضرتك من المعني بتنفيذ هذا القانون؟ المحاكم. المحاكم هي المعنيه انها جاتها تعليمات بتنفيذ. طب لما هي المحاكم ما بتنفذش القانون ده اللي هو بيشدد العقوبه في التعدي على القنوات المائيه والمجاري المائيه، طب امال ايه لازمته؟ اصلا طلع ليه؟ وتشدد ليه؟ واتعمل ليه؟ احنا اكبر دولة فيها قوانين وللأسف هذه القوانين لا يتم تنفيذها للأسف الشديد. ده احنا نتعشى من القانون ده يطبق، لان هو ده هيكون كفيل انه يحمل المجاري المائية. لان الردع بيبقى كويس جدا. المواطن ما اللي يأمن ان العقوبة يسيء الأدب. من امن العقوبه اساء الادب. بالظبط كده. طبعا لو وثق تماما اللي عاوز تعمله. لو وثق تماما انه يدفع مبلغ من المال ويسجن مش هيجرب هذا. والقوانين قوانين المايه في العالم كله مشدده ومغلظه ما عدا في مصر. عندنا ما في نوع من التهاون شويه. نوع من التهاون. للاسف يعني انا والله حزين ان الكلام ده يعني بيقوله مسؤول. بنحافظ يعني المياه دي نعمه كبيره جدا واهم بل المورد الرئيسي للحياه. ربنا بيقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، معناها انه ليتعدى على المجرى المائي اللي يلوث المياه لازم تكون عقوبته شديده جدا. طب العقوبه موجوده وتم تغليظها، طب ما بنتنفذش ليه؟ لماذا لا يتم تنفيذ هذه العقوبه؟ ده سؤال. وزي ما بيقول باشمهندس عبد المنعم تطبق على مواطن واحد بس، على مواطن الكل هيرتدع خلاص، بس المهم تتطبق. لكن ما ينفعش يا جماعه، عاوزين كلنا بقى دي بلدنا. وبعدين احنا يعني المايه موجوده دلوقتي، بعد كده الله اعلم ايه اللي هيحصل. يعني ما احنا لازم نكون واعيين للموضوع ده. طيب معانا كمال. الو حامد، اتفضل. يا دكتور حامد، اهلا وسهلا. ازيك؟ صح الحمد لله، كل عام وانت بخير. حضرتك بالصحه والسلام. احنا كنا من الوقت من المينيا. انا بالنسبه للعيد، هو بالنسبه لنا عندنا فرع 8 وفرع 10 مظلومين في الميه. فرع 10 ده متفرع من الطرعه اللي هي جايه من كفر الطلحين، المحطه كفر الطلحين الرئيسيه. وطبعا في فرع 8 وفي فرع 10 فرع 111. فرع 10 ده من كناديل 12 سنه ما نزلتش فيهم ميه، رغم انه مبطن وبعد ما التبطين بتاعه مش مليان الا تراب وورد فقط. تمام. فطبعا ده يبقى الفرع 10 متحول على فرع 8. ده ما ياخد من اوبه، ده ما ياخد من اوبه. احنا داخلين على تخدير قمح. يا ترى بلاش نخدر قمح ولا نقعد منتظر له ميه؟ طيب. الفرع ده مهم اسمه هلالي. الباشمهندس عبد المنعم هيرد عليك، خليك معايا. فرع 8 وفرع 10 وفرع 9 مقسم بينهم المناوبه طبقا للزمامات. فهو الفرع ده بياخد 4 ايام، وفرع 8 بياخد 5 ايام، و7 ايام جبل. والفرع 10 بتوصله 4 ايام زيه زي الفروع الثانيه حسب الزمام الموجود عليه. هم بيشتكوا يقول لك زود لنا الكميه. طب انا ازود منين؟ دي كميه ميه محسوبه حسب الزمام المزروع هنا وهنا. يعني حضرتك حاسب كميه الميه حسب المساحه المنزرع. بالظبط. تمام. طيب هو فرع 10 مشكلته ان هو البر الغربي له ناحيه الصحراء، ففي عليه تعديات. بقى التعديات برضو مسؤوليتكم، ما تزيلوها، هو ده برضو مهم.
التعديات بينزلها وبيرجع يزرع تاني. كل بنكسر بنكسر الاحواض. طيب يا كمال يعني هنعمل ايه يعني؟ نكسر الاحواض يرجعوا ينشوها تاني يوم على طول. تمام طيب. بنشكرك يا كمال. معانا هارون. انا مساء الخير يا بيه. مساء النور. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. انا مشكلتي يا بيه مع بنك التنميه والائتمان الزراعي بتاعها. اتفضل. انا مخلص هذه 4 شهور دلوقتي ولحد دلوقتي ما عطانيش ورقه وعليا قضايا وعليا وجع دماغ في المحكمة في المنيا وفي صمالوط وشغلانة بنت كلب كده. مخلص ايه؟ مخلص ايه؟ مخلص المديونية يا بيه. يعني ايه مخلص المديونية وما خدتش ما يفيد انك انت دفعت؟ ايوه. ازاي؟ اديني 4 شهور دلوقتي وانا اروح هناك واتكلم مع المسؤولين وما فيش ولا واحد جاوبني بأي كلمة، رحت في صمالوط ورحت للبنك ورحت في كل مكان. يا هارون يا هارون خليك معايا خليك معايا. اتفضل يا بيه. انت سددت اللي عليك صح؟ اللي عليا. لحظة بس خليك معايا، بمجرد ما انت سددت مش خدت ما يفيد؟ مش خدت ايصال بهذا الكلام؟ خدت يا بيه خدت. طيب وبعدين ايه المطلوب؟ المطلوب دلوقتي المحكمة لابد. انت عاوز مخالصة؟ عاوز مخالصة. مخالصة يا بيه من البنك، وكل ما اروح البنك يقول اسمك ما جاش والكود ما جاش وموجعين راسنا ده 4 شهور دلوقتي. مقاس ايه مش فاهم؟ الكود. الكود ما جاش. طيب انت في فرع ايه؟ فرع بطاحة العمدة. الائتمان الزراعي في طاحة. طاحة العمدة صمالوط. طاحة. وانا هكلم طيب. حسين بجلتوت هنا. حاضر هنحل لك المشكلة. نشكرك. نشكرك يا هارون. رحنا المنيا ورحنا صمالوط ورحنا. لا نحل لك المشكلة بسرعة يا هارون، ما ينفعش الكلام ده، ما انت سددت اللي عليك ما يدوك المخالصة. يعني ايه يعني طول المدة دي؟ ما ينفعش. طيب. بنشكرك بنشكرك يا هارون. طيب انا عاوز كلمة أخيرة في ربع دقيقة من حضرتك. كلمة أخيرة لأن الوقت انتهى. حابب تقول ايه للمزارعين؟ انا برحب بكل المزارعين وخصوصا صغار المزارعين في مكتبي مفتوح طوال اليوم، وبروح فترة مسائية وانا تحت امره والتليفون موجود لكل المزارعين. كلمة اخيرة باشمهندس عبد المنعم. انا بأهيب المواطنين والوحدات المحلية والاجهزة الشرطية بالتعاون مع الري في الحفاظ على المي. وعدم التعدي دي على القنوات المائية والمجاري. أهم شيء في حياتنا طبعا، وإحنا كمية المية دي بتاعتنا محدودة ولازم نحافظ عليها. طبعا طبعا ده شيء مهم جدا، يعني أهون موجود وأغلى مفقود اللي هي المية. في نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين لا يسعني إلا أن نتقدم بجزيل الشكر للسيد المهندس أحمد يوسف وكيل وزارة الزراعة بالمنيا. بشكر حضرتك جدا يا فندم على هذا اللقاء. شكرا. وأيضا الشكر للسيد المهندس عبد المنعم نوح مفتش ري غرب صمالوط بالمنيا. بشكر حضرتك يا باشمهندس عبد المنعم على هذا اللقاء. شكرا أيضا لكم أعزائي المشاهدين على كرم المتابعة، والشكر لكل فريق العمل في هذا البرنامج. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بمصر سوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره وتدميره. اللهم أمين. إلى أن ألقاكم في حلقة الغد بمشيئة الله مع محافظة الإسماعيلية، لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.